التغذية كتير مهمة لما يوصل الطفل عمر السنة، رح تتغير العادات الغذائية وبدنا نركز على كمية الأكل اللي عم بيأكلها الطفل. ليش لازم نركز على هاي المرحلة؟ بهاي المرحلة بصير في عنا نمو أكتر للعضلات والهيكل العظمي، بصير الطفل يتطور مش بس جسمياً برضه من ناحية الحالة الاجتماعية اللي عم بتصير فيه، فلازم نركز إنه تكون التغذية السليمة كتير مهمة بهاي المرحلة. وبرضه كمان لازم نركز انه نزرع العادات الغذائيه السليمه، يعني ما بيصير يوصل الطفل عمره 10 سنين 12 سنه بعدين نفكر كيف لازم نشجعه انه يتناول الخضار والفواكه او يبتعد عن تناول الحلويات والسكريات. فمن هذا العمر بدنا ننتبه للعادات والاكل اللي عم بيتناوله الطفل. في كتير اسئله بتسالها الام لما يوصل عمر طفلها لعمر السنه، شو لازم اطعميه، شو هي اهم الاشياء اللي بيحتاجها الطفل. فعشان هيك بهاي الحلقه رح نجاوب عن هاي الاسئله سؤال سؤال. بالنسبة للوزن والطول الطبيعي للبنات والأولاد بعمر السنة بيختلف، طبعاً في اختلاف بين الأولاد والبنات، وإحنا بنستخدم جداول عشان نقارن فيها العمر بالطول والعمر بالوزن. وبالنسبة لهاي الجداول عادة معدل الوزن للبنات بعمر السنة بيكون ما بين 9 ل 10 كيلو، أما للأولاد فبيكون معدل الوزن ما بين 10 ل 11 كيلو، فرق كتير بسيط بيناتهم. بالنسبة للطول تقريبا المعدل للأولاد بيكون 75 سنتي وبالنسبة للبنات 72 سنتي. طبعا في عنا بعض الاختلافات البسيطة، يعني ممكن الأولاد يكونوا أطول شوي أو البنات ممكن أطول من معدلهم أو أقصر شوي في معدل طبيعي، ولكن هاي الأرقام اللي حطيتها هي عبارة عن المعدل. إذا حسينا في زيادة كبيرة في الوزن بهذا العمر بيكون في عنا خطأ عم نعمله، يا إحنا عم نطعمي الطفل زيادة عن احتياجاته، يا عنا بيكون بعض المشاكل الهرمونية، بكون المراجعة مع الطبيب المختص. بالنسبة للسعرات الحرارية اللي بيحتاجها الطفل بهذا العمر، كتير من الأمهات بيسألوا كم من سعرة حرارية بيحتاج الطفل. تقريبا بعمر السنة الطفل بيحتاج ما بين 900 ل 1000 سعرة حرارية، وبيعتمد هذا طبعا على النشاط البدني، لأنه الأطفال بهذا العمر بيتحركوا كتير لأنهم هو عمر الاستكشاف، فبتلاقيهم بيتحركوا بدهم يمسكوا أي إشي يكتشفوا أي إشي، فعشان هيك ما نقلق ونحكي إنه الطفل عنده حركة زائدة. السعرات الحرارية حكينا من 900 ل 1000 سعرة حرارية، قديش تقريبا كمية أكل؟ تقريبا بيحتاج الطفل ما بين 3 حصص من الألبان والحليب، يعني ممكن حصتين من الحليب حصة ألبان، بده تقريبا حصتين من الفاكهة، 3 حصص من الخضار، حصتين من اللحوم، يعني بمعدل 60 جرام تكفيه، برضه تقريبا 4 ل 5 مرات حصص من النشويات. هاي هي كمية الأكل بيحتاجها الطفل، ومرات بتمرق أيام إنه الطفل ما بده يأكل أو مثلا بده ما يأكل وجبة من الوجبات، هذا إشي كتير طبيعي لأنه الطفل بهاي المرحلة يا بكون مشغول بأي إشي أو مرات بحاول يجذب الانتباه من خلال الأكل أو رفضه للطعام. إحنا لازم شوي نكون صبورين بهاي المرحلة، نحاول نعرف إيش بده الطفل، ممكن حتى عم بيطلع أسنان لسه في بعض الطواحين ما طلعت، ممكن تعبان، ممكن مشغول باللعب أو أي شيء. أهم إشي ما نغصب الطفل على تناول وجبة معينة، ممكن نستنى شوي وما نحاول نعطيه حليب كتير بين الوجبات عشان ما يأثر على أكله. كمية الحليب وقديش لازم يشرب الطفل حليب، كتير من الأمهات بيشكوا إنه الطفل عم بيشرب كميات كبيرة من الحليب، وهذا حتى ممكن يأثر على تغذيته. أول إشي الحليب كتير مهم، فيه كالسيوم وفيتامين دي، وأنا بفضل نستمر بالحليب المدعم للأطفال خاصة بعنصر الحديد، لأنه مرات إذا مرت أيام الطفل ما أخذ احتياجاته من البروتين والحديد والزنك، ممكن مرات بالحليب المدعم يأخذ على القليلة النسبة اللي بيحتاجها من الفيتامينات والمعادن زي الحديد. وأنا بفضل الحليب يكون كامل الدسم، دايماً إحنا بنعطي للطفل أو بنحاول نخفف من الدهون بعد عمر السنتين، أنا بقصد طبعاً الدهون المفيدة، فالحليب الكامل الدسم بنضلنا نعطيه للطفل لعمر السنتين، بعد السنتين بصير في عنا الخيار إذا حابين نستبدل الحليب الكامل الدسم بالحليب القليل الدسم.
الطفل بيحتاج تقريبا ما بين 400 ل 700 ملي من الحليب يوميا، بمعدل تقريبا 3 وجبات او 3 زجاجات من الحليب او 4 في اليوم. لازم نحاول ما نعطي للطفل كميات كتيرة من الحليب تتجاوز هاي الكمية. ليش؟ لانه ممكن يأثر على تغذيته، ممكن الطفل يعتمد على الحليب بشكل كتير كبير وما يتناول الأغذية الثانية المفيدة اذا كانت لحوم، اذا كانت من النشويات او الفواكه والخضار. ونحاول ابدا ما نعطي الحليب للطفل قبل الوجبة مباشرة، لانه اذا اخذ الحليب ممكن تتعبى المعدة ويشبع وما يأكل الكمية اللي بيحتاجها من الوجبة الأساسية. فعشان هيك بنعطي الحليب بأوقات معينة، بمعدل 3-4 مرات في اليوم، ممكن يكون الصبح بكير، ممكن واحدة قبل ما ينام، وواحدة من بين الوجبات ما تكون قبل الوجبة مباشرة. ونركز انه اذا الطفل ما كمل وجبته لأي سبب ما نغصبه وما نعطي حليب، نحكي انه ما اكل وجبته خليني اعطيه الحليب، انه الاشياء اللي ما اخذها والفيتامينات والمعادن نقصته بياخدها بالحليب، لانه ممكن يتعود الطفل وما ياخد الكمية اللي بيحتاجها من الأكل. فبدنا ننتبه إنه نعطي الكمية المناسبة للحليب، الحليب الكامل للدسم، وما نزيد كميات كبيرة من جرعات الحليب خلال اليوم. كتير من الأمهات بيستغربوا إنه ليش الطفل بتقل شهيته لما يوصل عمر سنة. هذا إشي طبيعي، لأنه معدل نمو الطفل بأول سنة من العمر بتكون كتير كبيرة، يعني منلاحظ أنه الطفل ممكن يزيد وزنه بشكل سريع بأول سنة من عمره. بعد السنة ما بكون معدل النمو بهاي السرعة زي ما بكون بالسنة الأولى، فإشي طبيعي أنه كمية الأكل اللي بيأكلها الطفل ما بتكون كتير كبيرة. فممكن مش نحكي إنها بتقل الشهية، ممكن كمية الأكل الطفل بيحتاجها بعد السنة بتكون مختلفة. نحاول نحدد أوقات معينة للأكل، نحاول ندمج الطفل بروتيننا اليومي مع الوجبات العائلية، بس ما نغصب الطفل إنه يأكل أي نوع من الأكل هو ما حبه، لأنه بهذا العمر هو كتير بحب يحكي لا، أو بحب يثبت شخصيته، أو مرات بحب إنه يجذب الانتباه عن طريق السلوكيات اللي إحنا بنعتبرها خاطئة، إنه ممكن يرمي الأكل أو ممكن ما يكمل وجبته اللي بده إياها. نحاول نحدد أوقات معينة للأكل، ونحاول نخلي الطفل هو يختار الأطعمة، يأكل بإيديه، يستخدم المعلقة حتى والشوك الخاصين بالأطفال عشان شوي شوي يأخذ العادات الغذائية السليمة. ممكن تقل الشهية أو ما يأكل كميات كبيرة من الأكل، غير أنه بيقل معدل نموه، لأنه بكون مرات ملتهي بالبيئة اللي حواليه، بيحاول يكتشف، بيحاول يروح يشوف أشياء جديدة. هاي من العوامل الثانية. ثالث عامل ممكن يكون إذا في مرض أو تعبان، أو ممكن عشان عم بيطلع أسنان. فهي موضوع الشهية مش إنه إحنا كتير نقلق عليها. إذا الطفل عم بياخد 3 وجبات تقريبا بخلال النهار، عم بيأكل كل العناصر الغذائية، ووزنه طوله طبيعي زي الوزن اللي حكيناه قبل، فما لازم تقلق الأم على هذا الإشي، وتحاول دايما تدخل التغذية السليمة والأغذية السليمة والمنوعة للطفل. العصير، كتير من الأمهات بيسألوا هل العصير ضروري للأطفال؟ طبعاً هو مش ضروري، الفواكه ضرورية يومياً للطفل، ولكن العصير مش ضروري يومياً. إذا بدنا نعطي عصير أنا بفضل عصير طبيعي، ممكن عصير جزر، عصير توت، عصير برتقان. بعد السنة ممكن نعطي هاي العصائر، ولكن لازم نركز على المي أكثر. العصير ما رح يعطي فوائد كتير كبيرة للطفل، معظم الألياف والفيتامينات والمعادن ممكن نخسرها لما نعمل إحنا عصير، والألياف ما في بالعصير، مش زي حبة الفاكهة. ولكن إذا حب الطفل ياخد العصير، أنا بفضل نلتجئ يعني مباشرة للعصير الطبيعي أو الكوكتيل من الحليب والفواكه، أفضل من العصائر المعلبة بشكل كتير كبير اللي معظمها عبارة عن مي وسكر. وممكن ياخد عصير جزر، عصير تفاح، عصير توت، أو كوكتيل من الفواكه المعمولة على الخلاط بمعدل ما يتجاوز نص كوب باليوم الواحد، يعني نقدر نستبدله بحصة من الفواكه، لأنه ما لازم يعتمد بشكل كتير كبير على العصائر كنوع من المشروبات اللي بتشربها يوميا. لازم يكون المشروب الأساسي هو عبارة عن الحليب والمي بشكل يومي. الحلويات،
كثير من الأمهات بيحزنوا على الأطفال، لازم نعطي حلو، لازم نعطي عبارة عن بسكوت، لازم نعطي شوكولاتة. أبداً هاي التغذية أو هاي الأغذية مش ضرورية للطفل بعمر سنة حتى بعد السنة. فإحنا إذا الطفل ما شاف أطفال تانين عم بيأكلوا وما طلب أو صار عنده الفضول إنه يدوق من هاي الأغذية، ما نقدمها للطفل يعني وجبة أو نوع من الأكل بشكل يومي، لأنه معظمها غني جداً بالسعرات الحرارية وغني جداً بالسكريات اللي بتأذي الأسنان، هذا أهم إشي. غير هيك لأنه إذا أخذ الطفل كميات كتير كبيرة من الحلويات رح يؤدي إلى السمنة، وإحنا ما بدنا نعاني من السمنة بهذا العمر، فلازم ننتبه دائماً للأغذية اللي عم بيأكلها الطفل بشكل يومي. برضو ما ننسى أبداً إنه إذا أخذ الطفل أي نوع مثلاً بأي مناسبة من الحلويات، دائماً نحاول نعوده من عمر سنة على إنه استخدام الفرشاة الأسنان. أكيد يمكن ما رح يمسك الطفل ويفرشي بهذا العمر، بس ممكن إحنا نبني العادات الغذائية السليمة في معجون أسنان خصوصي للأطفال بهذا العمر، أو حتى فرشاة ومي نبدأ نحاول ننظف الأسنان للطفل صبح وبالليل أو بين الوجبات مرات، عشان نعوده شوي شوي إنه في إشي اسمه فرشاة أسنان ولازم يهتم الطفل بتنظيف أسنانه. هيك إحنا عم نزرع العادات الغذائية وبرضه النظافة الشخصية للطفل اللي هي مهمة جدا لصحة أسنانه ولصحة جسمه وبنيته. فعشان هيك الحلويات والسكاكر والبسكوت ما لازم نعطيها للطفل. إذا حابين نقدم له نوع من البسكوت ممكن نعمل بسكوت بالبيت، أو نختار أنواع البسكوت القليلة جدا بالسكر والقليلة بالأملاح، أو نختار أنواع البسكوت الموجودة بالأسواق ما فيها ملح. في أنواع بسكوت بكون مالح ما نقدمه للطفل، لأنه ما بدنا نعطيه ملح بكميات كتير كبيرة ولا نعوده على الطعم المالح. وبرضه نختار في بعض أنواع البسكوت الخاصة بالأطفال اللي بتكون مصنعة بطريقة إنها ما فيها كميات سكر عالية، ممكن هاي نعطيها للأطفال، ولكن نركز على خضار، فواكه، خبز، خبز محمص، اللحوم، الأجبان، الأسماك، حتى الأغذية الضرورية للطفل، بعدين بنروح للأغذية الثانية. كتير مهم كمان ما نعطي للطفل بعمر سنة، مش إنه صار سنة، الأغذية الممكن تعلق بالحلق زي البشار، الفستق، البندورة الكرزية، الحبة الكبيرة أو العنب، لازم نحاول نقطعهم لو حتى نقطعها بالنص ونعطيها للطفل عشان نمنع أي حوادث للاختناق.